سبحانه وتعالى إلا كنتم بوس أما موضع أما ميلوت أما آيادوت أي لغوك هنا مقع السميع قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير إلهي وحل الله شكا مقع السميع وحنا لغوك الماموك إنه وحمق الله فعلها ولا لغوك المامية المامهان قد سمع الله وفعل يسمع الله ومقلي وفعل السميعنا ومقع لقفهم أيه أن الله يسمع كل شيء أن سمعه أحاط بكل شيء مقل كيسوين المال والبكاري آيات داس قد سمع الله قول التي تجادله وحيكسو دكتي وجزك قد سمعك بالعميسة سورة المجادلة أما المجادلة قبل لم رميسي من كذا لم رميسي أي سقبتان عائشة رضي الله تعالى عنها وحي لها وأن أغامرك النبي قوتم عليه الصلاة والسلام هذا لك النبي كلها الله يسوى حباء الدافعي وإنه لا يخفى علي بعض كلامها إن بضنوا هذا الكذا كمدي ما نمقلي وإذ قرصونا طوالنا ألا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات بك مغلى هذا الكيد إلهي وحسودة شيء قد سمع الله إلهي ومغلي قول التي تي هذا الكيد تجادلك في زوجها أي في شأن زوجها يذا ينك إذا واحد نحمري كالا مرميسي والله يسمع تحاوركما شوابها لسو شوابي سانا إلهي ومغلي إن الله ألا سميع ومذوح مغلى بصير وحركوي إذن عائشة رضي الله تعالى عنها وحي لها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات وحمان كنزها الله مقل كي سعودت كوردن أقاري قل بيكوة دشرين وحي ترى هذا الله قاربانا مقلي ما دام يده له ده هاي ستي وهول كلايكم مشغول صنعين هذا الله وحباكو سود دولدولي وحنا ودافعين لكن الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات وكوضا مقل وحن لنا الله سبحانه وتعالى مقل كيس يسمع الأصوات باختلاف اللغات مع تفنن الحاجات إلهي عضد كوردنب مغلا لهجده كوردنب مغلا دناها كلا الدوان إلا الشيغان يدمان توتب مغلا بل وحل ينوت المامي نبقى عليه الصلاة والسلام وحاول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد لقصب بلا بنوي آدم إلا كوين إذن كدن بأي قيامه أكعدونه إنسيين يتنكين لما أنتوا لها الدين ميل أي إسوي ما دام بنانا هل ميل في صعيد واحد فسألوني كل واحد مسألته مدولي بدنتي سوو شاكته وحلي هاي الله سبحانه وتعالى حديث القدس جاس لا أعطيت كل واحد منهم مسألة مدول بوحو إويدي سنة يا أيان سينة يا انت نسين لقارن وحكوه الرئيسة وحدونا يا إلا فهمه وحدونا يا إلا مخلوق مخلوقاتك انت لك نبي آدم إلا قيامته عنده عيس شين يا إنسي ومال وذا تاغن والله سبحانه وتعالى أقيلنا يا حويدي سنة مدولبا خلقك انت لك ومليارات اينا كشيك كريم كمانان ملايين هذا بردور كنا مليان عالم كشوغان وحدك كبحسنوي خلقك انت لك هذه مدولبا قدن شيكتو دنوه دون اي كالدوان تاي الله سبحانه وتعالى هل مربو وضا مقليا وحاسو عضا يا وحاسو الله جداء وحاسو اللقضاء وحاسو الضناء هل مربو الله سبحانه وتعالى مقليا طبعا ان الله سبحانه وتعالى وكاتبيه مركان مقل كان الله سبحانه وتعالى كهضلينه علمته قيبي وقيبيين نوعيك صباحية مقل وحا ويهي الله سبحانه وتعالى انه مقلي عضتك انه مقلي مدينة يعني انه مقلي دغيسنيو
oo codkeedu uu soo gaadhay, kaas waa macne. Macnaha labaad waa ka mid ka dambeeya inta uu maqlay inuu ka jawaabo, jawaab celin inuu ka sameeyo. Yani qof baa Ilaahay wax weydiisanaya, baryaya, ducaysanaya, Ilaahay waa maqlaya, codkiisa Alle subxaanahu wa tacaala gaadhaya. Haddii Alle subxaanahu wa tacaala uu ka ajiibo oo uu ka aqbalo ducadiis, iyadana samci baa la yidhahda, samica Allahu liman xamida. Markaynu leenahay yani Alla waa aqbalay weeye, waa ajiibay, waa soo dhaweeyey, loogama jeedo uu maqlay oo keliya loogama jeedo, waxaa looga jeedaa intuu maqlay buu aqbalay, ay ajaaba, Ilaahay waa u jawaabay, samica Allahu liman xamida haddii la yidhahdo. Macnaha waa loo isticmaalaa. Markuu leeyahay nabiyullaahi Ibraahim, ina rabbii la samiicu ducaa, Alla waa mid maqla ducooyinka, yacni samca ijaabatin baa looga jeedaa waa mid ajiiba, wa ilaa inuu maqlo cid waliba waa fahmaysa, cid waliba waa fahmaysa. Qaybta labaad ee ah waxa weeye Alla subxaanahu wa tacaala codadka inuu maqlo, iyada lafteedu waa noocyo. markuu Alla subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku sheegayo, mar waxaa la tilmaamaa Ilaahay inuu maqlo laakiin looga jeedo hanjabaad looga jeedo oo khalqiga lagu cabsi gelinayo. Ilaahay wuxuu am yaxsabuun, waxay u malaynayaan, annaa laa nasmacu sirahum wanajwaahum, waxay hoos u dhigayaan iyo waxay ku faqayaan, ma inaanan maqlin bay u malaynayaan, waa hanjabaad wey. Waxaa la mid ah oo nooc labaad noqon kara taa cagsigeed, oo ah Alle subxaanahu wa tacaala maqal gaara oo hiilina inuu dadka uu jecel yahay uu maqlo. innanii macakumaa asmacu wa ara, nabiyullaahi Muusa wa Haaruun, macinaanahay asmac, waan idin maqlayaa, yacni maqal idin ilaalinaya oo idin xoojinaya oo idin hiilinaya. kaasina waa nooc maqalka ka mid a oo taageera ah. waxaa qaybta saddexaad noqonaysaa in lagu tilmaamayo Alla subxaanahu wa tacaala maqalkiisu inuu caam yahay oo wax walba maqlayo. qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka fii zawjiha, iyo kuwa la midkaabaa u daliila. magacanina waa magac aad u weyn insha allahu tacaala. intaasaynu maanta kusoo koobayna, wallahu aclam, sala allahu wasalam cala nabiyina Muxamed.